Ladies and gentlemen, we have a new addition, H. Do you have any idea how dangerous this job can be? Portico Security, specialize in cash trucks across LA. Some out there, yeah. We ain't the predators, we're the prey. You ready? Ready. It's a 10 grand drop, you should have been back 5 minutes ago. This is your temporary sidearm. What happens if we're playing pistols in a machine gun? They're serious! Do you have a problem? I don't know. Do I? Leave this to me. It doesn't feel right. It's like he wants trucks to get hit. A while back, we lost two guards. We still haven't found the scum who did it. It's gotta be an inside job. I need to know who killed my son. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع فيلم جديد لسه نازل على شبكات الفيديو اون ديماند. الفيلم اسمه راث اوف مان. الفيلم نزل في السينمات من شهر تقريبا، وبطوله جيسون ستيتم وسكوت ايستوود وجوش هارتنيت وهولت ماكالاني، والفيلم من اخراج المخرج البريطاني جاي ريتشي. جاي ريتشي اللي ما يعرفوش عمل افلام حلوة، اذكر منها الجزئين بتوع شيرلوك هولمز اللي كان نزل 2009 و2011، وكمان عمل كينج ارثر ليجند اوف ذا سورد والفيلم بتاع الادن. الفيلم مأخوذ قصته من فيلم فرنسي نزل سنة 2004 تحت اسم لو كونفوير. الفيلم بيحكي عن اتش وهو بيشتغل في احدى شركات نقل الاموال، لكن زملائه في العمل مش عارفين هو جه منين ولا اصله وفصله، يعني بالنسبة لهم راجل غامض خالص. وفي مرة اتش واتنين زمايله راكبين العربية بتاعت نقل الاموال في مهمة، بتعترضهم عصابة وتقف قدامهم وبتحاول تسرق الفلوس من العربية. فاتش بينزل وبيتصدى للعصابة دي ببراعة منقطعة النظير، وبالرغم ان هو كان معاه سلاح واحد بس وهو مسدس صغير، والعصابة كانت معاها كمية اسلحة كتير وكبيرة، قدر اتش يقدر يغلبهم كلهم وينقذ اصحابه وينقذ الفلوس من السرقة. فبعد ما رجع الشركة طبعا كلهم مستعجبين، المهارة القتالية العالية والمهارة في التنشيم بالمسدس من بعيد، وان مفيش ولا مرة غلط في تحديد الهدف بتاعه. فده خلاهم اكتر عايزين يعرفوا اتش ده عبارة عن ايه، وتبتدي احداث الفيلم. رأيي في الفيلم، فيلم أكشن جميل، يعني الناس اللي بتحب أفلام الأكشن هيستمتعوا بالفيلم ده. والحلو في الفيلم الأكشن ده إنه معاه قصة حلوة كمان، مش مجرد إنه أكشن وبس، لأ قصة حلوة ومتشعبة ومتشابكة وفيها شوية تعقيد خفيف، ومع ذلك برضو أكشن جميل. وبالنسبة لجيسون ستيتم طبعا عمل اللي عليه من ناحية التمثيل والأكشن والمود اللي هو كان حاطط نفسه فيه. لكن اللي صراحة اللي مضايقني من جيسون ستيتم اللي هو كان في الفيلم حاول يقلد الممثل المشهور أحمد العوضي في مسلسل الاختيار، لكن للأسف معرفش. فكان جيسون ستيتم مكشر بس في حوالي 3/4 الفيلم، مش طول الفيلم زي ما كان ممثل أحمد العوضي كان مكشر في طول المسلسل. اما بالنسبة للاخراج، فالمخرج جاي ريتشي طبعا وبكل سهولة عمل فيلم جميل زي بقية الافلام اللي كان حلوة كان عملها قبل كده. واذكر تقريبا ان ده رابع تعاون بينه وبين الممثل جيسون ستيتم، بعد ما كان عمله زمان فيلم اسمه لوك ستوك اند ذا تو سموكينج باريلز اللي كان نزل 1998، وفيلم سناتش اللي كان نزل سنة 2000، وفيلم ريفولفر اللي كان نزل 2005. فده تقريبا رابع فيلم بيشتركوا فيه مع بعض.
نيجي بقى لموسيقى الفيلم. الصراحة بالنسبة لي موسيقى الفيلم أحلى حاجة صراحة عجبتني في الفيلم كله. الموسيقى حلوة من أول الفيلم لآخره، فعلا الساوند تراك حاجة جميلة جدا. طبعا بعد ما عرفت الراجل الرهيب اللي عمل الموسيقى اللي هو كريستوفر بينستيد اللي كان أخد جائزة الأوسكار زمان على فيلم جرافيتي سنة 2014 للنجمة ساندرا بورلوك، فالموسيقى بتاعته عملت للفيلم جو وحلوة قوي. فمن اولها وانا بسمع الموسيقى بحس كأن في خطر هيحصل. هو اي نعم في اول فيلم ما كانش في خطر بيحصل، بس جو الترقب والجو اللي كان بتعمله لي الموسيقى من اول الفيلم كان جميل جدا. خلاصة الكلام، فيلم راث اوف مان فيلم اكشن ومثير وفي شغل حلو جدا من ناحية اخراج وتمثيل وموسيقى وقصة، كل دول كان الصراحة كانوا حلوين جدا. وتقريبا المشكلة الوحيدة اللي في الفيلم او كأي فيلم اكشن ان البطل لازم علشان يقع لازم ياخد له حبة رصاصات كتير جدا عشان يبتدوا يأثروا فيه او حتى يحس حتى بصداع. تقييمي لفيلم راث اوف مان هو 7/10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا ما عجبهمش ياريت برضو يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.